طبيعة الحال تابعت على مدار الساعات اللي فاتت كم الحشد الإعلامي والترويج لرواية الحكومة عن أهمية رفع سعر رغيف العيش المدعم، وإزاي إن البلد بتخسر، وإزاي إن البلد اللي بتنتج تقريبا حسب كلام مصطفى مدبول امبارح 100 مليار رغيف عيش مدعم بيتباع للمواطن بتصرف عليه 100 مليار جنيه، لكن المحصول أو اللي بيخش جيب الحكومة ببيع الرغيف الواحد بخمس قروش لا يتعدى 5 مليار أو 5 مليون جنيه أو 5 مليار جنيه، بعجز حسب كلام مصطفى مدبولي بيصل ل 95 مليار جنيه. أنا تابعت امبارح تقريبا معظم وسائل الإعلام المصرية والزملاء في الإعلام الحكومي وكيف يروجون لرواية الحكومة وإن ما ينفعش الحكومة تخسر وإن إحنا البلد بتخسر وإن إحنا الدولة الوحيدة اللي لحد النهاردة قال إيه بتبيع رغيف العيش بخمس قروش. وبالمناسبة ده كلام حقيقي جدا وكلام صحيح جدا ولا يختلف عليه اتنين، فعلا مفيش رغيف عيش في العالم بشلل لحد دلوقتي، ومفيش دولة في العالم بتبيع رغيف العيش بخمس قروش إلا بلدنا، لكن في نفس الوقت مفيش دولة في العالم بتدي للموظف بعد 60 سنة شغل وخدمة في الحكومة 1200 جنيه معاش، مفيش دولة في العالم عندها المدرس مرتبه لا يتجاوز 2400 جنيه والطبيب مرتبه لا يتجاوز 3700 جنيه، مفيش دولة في العالم بمنطق السادة الإعلاميين في بلدنا والسادة الحكوميين وهم بيتكلموا عن رغيف العيش أبو شيلين، مفيش دولة في العالم بتدفع المواطن ثمن الخدمة خدمة الصحة في مستشفيات الحكومة الطاق 2 و3، ومفيش دولة أيضا في العالم الأسعار بتزيد فيها كل سنة بمعدل 200-300%، مفيش دولة في العالم عندها اكتفاء ذاتي من الفراخ واكتفاء ذاتي من الألبان واكتفاء ذاتي من البيض واكتفاء ذاتي من الأسماك ومن السكر ورغم كده بتستورد من الخارج، مفيش دولة في العالم عندها فائض في الكهرباء بتحرم منه المواطنين الغلابة الفقراء عشان تصدره للخارج وتجيب كام دولار، ومفيش دولة في العالم كمان عندها تعتبر الدولة رقم 30 على مستوى العالم في إنتاج الغاز ورغم كده بتحرم المواطن وتصدر الغاز لبره. أنا معاكم إن فعلا رغيف العيش بخمس قروش قليل جدا، ويلا بينا كلنا نقوم نطالب برفع سعر رغيف العيش، لكن وسعادتك بتطالب برفع سعر رغيف العيش معلش طالب كمان برفع أجر المواطن وما تخليش الحد الأدنى يساوي 5 كيلو لحمة، ما تخليش المعاش بتاع الموظف بعد 50-60 سنة خدمة للبلد ما يجيبش 3 كيلو لحمة، ما تخليش المواطن بيدفع اللي وراه واللي قدامه وشقى عمره ودم قلبه عشان يجيب لابنه دروس وكتب خارجية، لأن التعليم عندنا إيدك منه والقبر. هترفع سعر رغيف العيش يبقى ترفع الحد الأدنى للأجور، ترفع دخل المواطن، تزود المعاشات، توفر خدمة مجانية للمواطن في التعليم والصحة، تحاول تدعم المواطن في وسائل نقل حديثة مناسبة، لكن تكلمني عن رغيف العيش ولا ايه رأيك؟ ولا ايه رأيك يا عم احمد موسى يا اللي امبارح كنت بتقول مفيش دولة في العالم رغيف العيش فيها بخمس قروش؟ ولا عم عمرو اديب؟ ولا ايه رأيك يا طنط لميس؟ ولا الحاجة قصواء؟ هل فعلا احنا فعلا محتاجين نرفع رغيف العيش لوحده ولا نرفع رغيف العيش ونرفع الدخل بتاع المواطن ونرفع أجرة الشغال ومرتب الموظف ومعاش المواطن ونقلل شوية من المدفوع من جيب المواطن؟ أنا كنت مجهز البقين دول عايز أقولهم لحضراتكم على أساس يعني أن الحكومة كانت بتهوش، لكن تهويش الحكومة طلع في محله وإحنا داخلين هوا تم الإعلان هذا الإعلان عن هذا الخبر رفع سعر رغيف الخبز المدعم لعشرين قرش. بجملتها بقى يا عم عمرو أديب يا اللي امبارح كنت بتقول مفيش رغيف عيش بشلن، مفيش دولة كمان بترفع سعر سلعة 300% مرة واحدة. مفيش حد عنده ضمير بيتعامل مع طبقة فقيرة 70% من الشعب المصري أو 70 مليون مواطن 72 مليون مواطن المقيدين في بطاقات التموين بيستنوا رغيف العيش عشان يقدروا يأكلوا ويأكلوا عيالهم، يرفع سعر رغيف العيش 4 أضعاف بعد شلن يبقى 20 قرش. مفيش دولة في العالم بتعمل الكلام ده، مفيش حكومة في العالم بتعاير المواطن بتاعها بفقره أو بتستغل حاجة المواطن والحجة زيادة الأسعار. إزاي ده يحصل؟ احنا لو عندنا حكومة، لو عندنا برلمان،
لو عندنا رقابة، لو عندنا صوت شعبي، لو عندنا معارضة، الموضوع ده ما يعديش بالساهل. ترفع سعر رغيف العيش 4 أضعاف، 4 أضعاف. يعني المواطن اللي كان بيشتري رغيف عيش، بيشتري عيش في الشهر ب100 جنيه محتاج 400 جنيه دلوقتي. الناس اللي كانت بتقول مش مهم لحمة، مش مهم زيت، مش مهم فراخ، بلاها البيض، ومش مهم سمك، ومش مهم رز، تيجي عليهم وعلى رغيف العيش تعمل كده؟ انت لو قاصد، انت لو قاصد تفقر الشعب وتدخله في مرحلة العوز مش هتعمل كده. ما توفر يا سيدي شوية من فلوس الأفلام والمسلسلات والضحك على الدهون والنصب الفارغ وتحطه في رغيف العيش. معلش تنازل شوية ووفر شوية من النجف اللي موجودة في القصور الرئاسية، ووفر شوية من العاصمة الإدارية الجديدة، وبلاش طيارة مش عارف بكام، وبلاش سجاد أحمر موجود في كل حتة فين، وبلاش مؤتمرات وبلاش حفلات، عشان رغيف عيش الغلابة. إلا رغيف عيش الغلابة. وعدتونا مرة واثنين وثلاثة واربعة، لا مساس برغيف عيش الغلابة، لا مساس بالدعم، لا مساس بقوت الفقراء، لا مساس بلقمة العيش، ودلوقتي بترفع رغيف عيش 300%، 300%. والحجة زيادة أسعار الوقود. طب ما أنت بتصدر الغاز للخارج، مش أنت قلت لي قبل كده إنك جبت جون في إسرائيل؟ مش أنت قلت لي قبل كده حقل ظهر هيخلينا نكتفي من الغاز ونصدر؟ مش انت قلت لي قبل كده ان الكهرباء بتاعتنا هتنور بيوت اوروبا؟ مش انت قلت لي قبل كده ان المواطن محتاج من يحنوا عليه؟ مش قلت لي قبل كده ان المواطن يستحق خدمه مناسبه؟ تقوم تعمل كده، ترفع رغيف العيش بالشكل ده، بالشكل ده مره واحده 4 أضعاف، 300%. طب المواطن يعمل ايه؟ الفقير ياكل منين؟ اللي مرتبه أو اللي بيطلعوا يشتغلوا في الترحيل باليومية، اللي بيشتغل يومية ب50-60 جنيه، بيجيب 5-6 رغيفة عشان يقعد في الشارع مع شوية فلافل وشوية فول وحتة جبنة، يعمل إيه دلوقتي يا سيادة رئيس مجلس الوزراء؟ يا جماعة اللي راكبين عربيات مرسيدس الواحدة بيعدي تمنها 2 مليون جنيه، يا بهوات يا اللي الموكب الواحد بتاع حضراتكم بيتكلف على الدولة والحكومة مئات الآلاف من الجنيهات. يا سادة يا اللي تكييفات مكاتبكو خربت بيت المواطن، يا سادة يا اللي بدلاتكو وبدالكو وهدومكو وسفرياتكو ورحلاتكو ورحلات ولادكو على حساب المواطن، جاي دلوقتي باصص للمواطن في رغيف العيش، في اللقمة اللي بياكلها اللي قللت من تمنها وقللت من جودتها وقللت من حجمها وكمان قللت عددها، جاي دلوقتي ترفع سعرها 20%. أنا من امبارح وأنا مش مطمن، ساعة ما طلع مصطفى مدبول يتكلم، وبعده طلع وزير البترول يتكلم، وقبله طلع وزير المالية يتكلم، وأحمد موسى وعمرو أديب ولميس وقصواء الخلالي كل امبارح بيتكلم عن لقمة عيش الفقراء، محدش بيتكلم عن المسلسلات اللي بتنتجها الدولة، ولا حد بيجيب سيرة الشاليهات والقصور بتاعة السادة المسؤولين، ولا حد سأل السادة الوزراء كام عربية مكيفة في الركاب بتاع سعادتك، ولا حد سأل المسؤولين ووزير التموين مكتبك بيتكلف قد ايه شهريا من التكييفات والعمال والفنانين والفنيين والمساعدين، وكله بيتكلم عن رغيف عيش الغلابة. حدش يتكلم عن مرتب مدرب المنتخب اللي يعتبر بحجم ميزانية مؤسسة حكومية، ولا حد يتكلم عن الإعلاميين اللي بياخدوا مرتبهم من الدولة واللي بعضهم بياخد بالملايين شهريا. اشمعنا رغيف عيش الغلابة؟ اشمعنا لقمة عيش الفقراء؟ ولا انتوا بقى عايزين تشغلوا المواطن بلقمة العيش، تشغلوه بمشاكله، تشغلوه بنفسه، عشان لا يدور على أحمد طنطاوي اللي اتقبض عليه، ولا يدور على اللي بيحصل على حدودنا مع قطاع غزة، ولا يسألكوا عن سياسة، ولا يسألكوا عن انتخابات، ولا يسألكوا عن مستقبل. هتشغلونا بلقمة العيش؟ عايز تشغل المواطن بالأكل والشرب؟ ما تعملش كده والله. عايز تخلي المواطن يبطل يقولك عملت ايه وبتعمل ايه؟ والله مش هتعمل كده والله. لو حكومة احتلال مش هتعمل كده في المواطن، لو حكومة أجنبية مش هتعمل كده في الفقراء والغلابة، لو حكومة ضد المواطن مش هتتاجر بقوت الفقير وقوت الغلبان بالطريقة دي. حرام عليكم، كفاية المواطن ما عادش عارف يعيش، الناس مش عارفة تاكل، لقمة العيش رغيف الغلابة خط أحمر، لكن تقريبا الخطوط الحمراء اللي اتكلموا عنها زمان
بقت على المواطن بس، أما المحتل وأثيوبيا ونهر النيل والخيرات الطبيعية وسمعتنا في برة، الخطوط فيها ممكن تبقى بامبا مسخسخ زي ما بيقول. أنا آسف على الانفعال، لكن الوضع لا ينبئ بخير. النهاردة رفعوا سعر رغيف العيش 300%، بيقول لك هيرفع الدعم عن الوقود خلال سنة ونص تدريجيا بشكل كامل، وصندوق النقد الدولي أنا آسف في اللفظ حاطط رجليه أو جزمته فوق دماغ بلدنا، بيؤمر ويتأمر كل ده في السكة. والكهرباء أيضا هيرفعوا أسعار الفواتير زي ما قال السيسي قبل يومين.